السلام عليكم، كيف ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا لاباس. حبيت نشكر جميع المدارس اللي نظمنا فيهم دورات تاع العطله، نعطيهم الصحه على حسن الاستقبال وكذلك حسن التنظيم. كذلك نشكر جميع التلاميذ اللي حضروا، كنتم في المستوى، بارك الله فيكم. وبالنسبه للتلاميذ اللي ما لحقناش ليهم، مازال عام طويل خاوتنا، ان شاء الله ربي يوفقنا باش نلحقوا التلاميذ في كل انحاء الوطن. بالنسبه للدورات اللي نظمناهم، كنت وعدت التلاميذ باللي راح تكون مرافقه ان شاء الله طوال السنه منا حتى نهايه البكالوريا من خلال مجموعات في التليجرام. كاين بعض رؤساء الافواج اللي تواصلوا معايا وفتحنا المجموعات، كاين اللي مازال ما تواصلوش معايا. خاوتنا ماذا بكم تواصلوا معايا في الانستغرام ولا في التليجرام باش نبداو النشر ابتداء ان شاء الله من الاسبوع القادم، فيديوهات وكذلك وثائق وكل ما يتعلق بماده علوم الطبيعه والحياه، حتى نفتحوا كذلك في بعض الاوقات ان شاء الله ساعه في كل اسبوع نفتحوا التعليقات ونفتحوا كذلك الرسائل باش يقدروا جميع الطلبه يطرحوا الاسئله تاعهم ونتناقشوا فيهم ان شاء الله. مع الانطلاقه تاع الفصل الثاني ان شاء الله راح يكون برنامج منوع وبرنامج ان شاء الله هادف وبخطه محكمه على جميع الاصعده والمستويات. الافواج الحضوريه في الانستغرام، في اليوتيوب وكذلك دورات زوم بالنسبه للتلاميذ اللي يتابعوا في الاستاذ ياسين عبر منصه الامتياز ايدوكيشن. صح، نبداو اولا بالافواج الحضوريه. بالنسبه للتلاميذ اللي يقراوا عندي في زيرالدا، في العاصمه زيرالدا، معالمه، الكاليتوس وكذلك باب الزوار في ارشيمد، العودة هذا الأسبوع إن شاء الله هتكون مع تمارين الذات واللاذات. وفي نفس الوقت راح نبداو الاستجابة المناعية، معناتها الحصة راح تكون مقسمة إلى جزئين، جزء نديرو فيه التمارين وجزء نافونسيو فيه في الدرس باش هكا ما نضيعوش الوقت بزاف في الدرس وكذلك ما نهملوش الجانب التطبيقي اللي يعتمد على المنهجية والتمارين. بالنسبة للدورات اللي تفهمنا باش نديروهم مرة كل 15 يوم، كذلك راح تمر بالتناوب على جميع الأفواج، وفي يوم الحصة وفي موعد الحصة نعطي لكم البرنامج تاع كل فوج. في الانستغرام كما تفهمنا وكما كنا بدينا في البرنامج هذا ديجا، مجموعه من لي ريلز راح يكونوا فيهم اهم الافكار تاع الدرس، خاصه اللي تكرر بزاف في مواضيع البكالوريا. وكذلك راح نبداو راح نكملوا كذلك نوصلوا العمليه تاع لي لايف. في كل مره نعطي لكم موضوع معين نخيروه، فيه افكار مليحه وفيه منهجيه مليحه، ونعطي لكم التوقيت تاع اللايف اللي تكونوا ان شاء الله حاضرين بقوه ونخدموه مع بعضنا وتكون الاستفاده لجميع الطلبه. بالنسبه لموعد النشر راح نخليه لكم في الستوري، تبعوا الستوري موعد النشر وكذلك المواضيع اللي راح نديروها باذن الله. بالنسبه لليوتيوب، واش راح يكون برنامج استاذ ياسين في اليوتيوب في الفصل الثاني؟ الفصل الثاني راح يكون محورين خاوتنا، محور تاع سلسله راجع معي ومحور تاع سلسله تحدي الامتياز. راجع معي للدروس وتحدي الامتياز للتمارين. في سلسله راجع معي راح نكملوا ملخصات تاع الدرس كما خدمنا في الوحدات الاولى، بنفس الطريقه راح نخدموا مع المناعه في اربع حصص ولا خمس حصص او ماكسيموم، راح نكملوا ان شاء الله ملخص الدرس كامل تاع المناعه، والنشر راح يكون كل يوم خميس وجمعه. في سلسله تحدي الامتياز راح نخير لكم تمارين اللي فيهم مستوى عالي، تمارين من مقتطفات من سلاسل هكا مشهوره عندكم، مثل سلاسل السلسله الفضيه ولا سلاسل الاستاذ بوريش ولا كذلك تمارين الاستاذ حيمر. كي نلقى تمرين في المستوى نخدموا خاوتنا مع بعضنا وننشر لكم كذلك في اليوتيوب، ومن بعد تشوفوا كذلك النشر كيفاش راح يكون، يكون منتظم كل يوم خميس ويوم جمعه. جماعة الزوم، بالنسبة للتلاميذ اللي يقراوا عند الأستاذ ياسين في الزوم، مازالوا لنا خمس حصص في دورة الأنزيمات، توقيت الحصص وكذلك موعد الحصص هادو كنت نشرته لكم في مجموعة تيليجرام الخاصة بدورة الأنزيمات، والأسبوع القادم إن شاء الله راح نبداو في التسجيلات لأقوى وأهم دورة في البرنامج اللي هي دورة المناعة. بالنسبة لدورة المناعة، هذه اليومات إن شاء الله نحط لكم في الانستغرام تاعي وتاع المنصة، كذلك نحط لكم المنشور اللي يتعلق بتفاصيل التسجيل وكذلك موعد الانطلاق في الدورة. ولكن خوتنا لازم تعرفوا حاجة، بأن الدروس ماهمش راح يكونوا في الدورة، راح يكونوا في اليوتيوب خوتنا. دونك الدرس لازم تشوفوه في اليوتيوب بالتفصيل هذه الأيامات باش تحضروا رواحكم قبل ما ندخلوا في دورة المناعة، تكونوا خدمتوا كامل الدرس وتكونوا واجدين باش نبداو نخدموا في التمارين ونركزوا على تطبيق المنهجية والتدرب عليها. تقريبا هذا واش كاين في برنامج الاستاذ ياسين على مستوى الافواج الحضوريه، على مستوى كذلك الانستغرام، على مستوى كذلك متابعين تاع اليوتيوب، وكذلك على مستوى التلاميذ اللي يقراوا عندنا في الزوم. ان شاء الله تكونوا فهمتوا كامل البرنامج، واي استفسار خلوه لنا خوتنا اما في التعليقات ولا اطرحوه كذلك في الخاص ونحاول نجاوبوكم في اقل مده زمنيه ممكنه. شكرا لكم والسلام عليكم.